جميعنا معرضون للإصابة بآلام الصداع في أوقات مختلفة من يومنا أو على حسب المجهود والنشاط اللي بنبذله. البعض يتخوف من هذه الآلام ويعتقد أنها قد تكون مؤشر لإصابته بمرض خطير، فيبدأ بالاستعانة بمحركات البحث اللي تزيد من مخاوفه وتثير لديه القلق بشكل كبير. رح نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر وبشكل علمي ودقيق مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور هاني العبدلي، رئيس قسم المخ والأعصاب بمدينة الملك سعود الطبية. هلا وسهلا بك دكتور هاني. يا هلا فيكم أكثر وبالمشاهدات والمشاهدين الكرام. هلا وسهلا بك. طبعا الموضوع مهم، يعني من منا لا يمر بمرحلة الصداع واللي بيكون في أماكن مختلفة صراحة، ولكن لو تعرفنا بداية ما هي أنواع الصداع وإيش الفرق بين الصداع والشقيقة والصداع النصفي؟ أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الصداع له تقسيمات كثيرة، أنواع كثيرة. عدد أنواع الصداع المكتشفة حتى الآن قرابة 85 نوع. بعضها يصنف على أنه صداع أولي زي مثال الصداع العنقودي والصداع النصفي، وبعضها صداع ثانوي زي الصداع التوتري وغيرها من أنواع الصداع الأخرى. بعضهم يقسمها إلى صداع تابع للأوعية الدموية، خاص بالأوعية الدموية أو غير خاص بالأوعية الدموية. طبعا الصداع النصفي أو صداع الشقيقة يعتبر هو تقريبا أكثر الأنواع من الصداع بالإضافة إلى الصداع التوتري. بالتفريق بين الصداع العادي والصداع النصفي حسب ما تعرف الأكاديمية الأمريكية للصداع، الصداع التوتري هو الذي يكون على شكل الرباط على الرأس، في المقابل الصداع النصفي يكون نابض. الصداع التوتري لا يعيق عن أداء الوظائف اليومية، قد يأتي مع أحيانا تحسس من الصوت أو من الضوء، قد يأتي هذا الصداع التوتري، لا يأتي معه عزكم الله استفراغ، قد يأتي معه غثيان خفيف. أما بالنسبة للصداع النصفي أو الشقيقة فهو عبارة عن صداع نابض يؤثر على الحياة اليومية، يعيق عن عمل الوظائف اليومية، صحيح. يوقف عن العمل، يكون معه إما غثيان أو أحيانا يصاحب باستفراغ، تحسس للضوء، تحسس للأصوات، مزعج جدا. أحيانا لا يخف مع المسكنات العادية، صحيح. ويتطلب علاج عن طريق الوريد. علاج عن طريق الوريد. احنا حناخذ طرق العلاج دكتور، انه زي ما ذكرت فعلا يمكن الشقيقه يمكن اكثر انواع الصداع تكون انتشارا. طيب يعني يقولوا انه الصداع يعتبر ثاني اكبر الامراض انتشارا فعلا، وانه من الامراض اللي تعتبر مسببه للاعاقه، تخلي الواحد ما يقدر يكمل يوم ولا يقدر يتصرف ولا يخرج ولا شيء ولا يطلع. خلينا يعني تشرح لنا اكثر عن هذا الموضوع. طيب طبعا حسب احصائيات منظمه الصحه العالميه فانه ما يقارب 12 الى 15% من سكان العالم يعانون من الصداع المزمن، وهذه نسبة تعتبر عالية جدا. في المقابل يعتبر طبعا الصداع، مليار شخص في العالم يعانون من الصداع، العالم سكان العالم ما بين 6 إلى 7 مليار. يعتبر مرض الصداع النصفي أو الشقيقة الأكثر شيوعا، وهو الثاني بعد آلام الظهر التي تعيق عن العمل وتمنع من عمل الوظائف اليومية. لك أن تتخيلي، أتذكر أحد المريضات حضرت إلى العيادة، جلست على الكرسي، لسه أنا ما بعد تكلمت معها، ما سلمت، ما قالت مساء الخير. أتذكر حرفيا عبارتها، قالت دكتور أنا خسرت وظيفتين، ما أبغى أخسر الثالثة. يا الله. فجزء من التاريخ المرضي أو أخذ التفاصيل من المريض أو المريضة، تسأل المريض يبين معاك حدة الصداع اللي معاه واللي يعاني منه، كم مرة تغيب عن عملك، كم مرة تغيب عن اختباراتك، لما يجيك الصداع هل تقدر تكمل عملك، إذا كنت مدرسة هل تقدرين تكملين أنت الحصص ولا تطلعين. كلهم غالبا يعني بنسبة 80 إلى 90% أنها تعتبر معيقة عن العمل والإيقاف للأعمال اليومية. هل من الطبيعي أن الشخص يصاب بالصداع بشكل يومي وعادي يأخذ مسكنات ويتعايش مع هذا الموضوع، ولا هذا مؤشر على أن هناك في علة أو سبب ما؟ طيب
الطبيعي أن لا يصاب الشخص بأي صداع أصلا وليس بشكل يومي. المفروض الإصابة بالصداع بشكل يومي تعتبر يعني مؤشر خطر. الطبيعي أن لا يصاب الشخص بصداع. طبعا ناهيك أنه أي شخص في العالم سيمر في حياته سواء كان طفل سواء كان شاب سواء كان كبير بالعمر ذكر أم أنثى أيا كان يمر في مراحل حياته بالصداع، سواء كان الصداع عرض أو كان مرض. أحيانا يكون عرض، أضرب لك مثال، لما يصاب الشخص بإنفلونزا مثلا، واحدة من أعراض الإنفلونزا اللي هي صداع. صحيح. لما يصاب الشخص مثلا بنقص في الهيموغلوبين أو مشكلة في الغدة الدرقية يصاب بالصداع، ما نقول للمريض أنت مصاب بالصداع، أنت لديك مشكلة في الغدة الدرقية وهذا سبب الصداع اللي عندك. يكون عارض، ولكن أحيانا يكون الصداع على شكل مرض، زي الصداع التوتري، زي الصداع العنقودي، زي الصداع الشقيقة إلى آخره. فالمفترض أصلا أن لا يصاب الشخص بصداع. الإصابة بصداع شبه يومي هذا يعتبر مؤشر خطر، يجب على الشخص إما مراجعة عمله اليومي، مراجعة جدوله اليومي من ناحية التغذية، من ناحية السوائل، من ناحية النوم، من ناحية الجهد، من ناحية العمل، من ناحية التفكير، من ناحية المزاج، النفسية، أمور كثيرة يجب إعادة النظر فيها. إذا استطاع من ناحية ممارسة الرياضة، من ناحية السمنة، الأمراض الأخرى كالسكر، كالضغط، كالكوليسترول. صحيح. التدخين، الشيشة، كافيين، عشرات الأسباب، الكافيين، شرب القهوة بشكل متواصل، المشروبات الغازية، كل هذا لو أعد الأشياء دكتور. هذه حدخل على البرنامج اللي بعدك. هي أشياء كثيرة ما أبغى أطيل الكلام فيها رغم أني أطلت يعني، لكن إذا لم يستطع حل الموضوع الصداع المزمن بالنسبة له لابد من الاستعانة بطبيب. طيب أعرف إيش نوع الفحوصات اللي يسويها الطبيب؟ إحنا قاعدين نقول إنه صداع أز مرض مو أز عرض مع أمراض مزمنة ثانية، مثلا هل بيعملوا فحوصات سيتي سكان، تحاليل دم، ما أعرف، فيتامينات، إيش هي الفحوصات دكتور؟ ممتاز. طبعا دائما لما أشرح للطلاب والطالبات أو أشرح للأطباء اللي لسه بادين البيبي شوي أقول لهم من خلال أخذ التفاصيل من المريض أنت تعرف توجه المريض إيش المناسب. لما يتصل عليك المريض وتسمع منه والله الصداع حقك هذا كم قوته من 10، والله 2 من 10، 3 من 10، يزول مع مثلا البنادول، المسكنات العادية، أثر على النظر، أثر على المشي، أثر على كذا كذا كذا، أثر على حياتك، قال لا أوكي عموما خذ مسكن وحاول تحسن من وضع حياتك. أما لما يقول إيه والله بدأ يأثر على حياتي وبدأ كذا كذا، احجز موعد في العيادة، خلينا نشوفك في العيادات الخارجية. لكن لما يكون معه أعراض أخرى خطيرة مثل تأثير على النظر، وجود استفراغ، وجود حرارة، تخشب بالعضلات، وجود إغماء، زغللة بالنظر، وجود ازدواجية في النظر، تنميل، تلعثم بالكلام، ضعف باليد، كل الأشياء هذول، ترنح بالمشي، كل الأشياء هذه، كل الأعراض هذه أنا أقول للمريض على طول لا تقف إلا عند باب الطوارئ. فمن خلال أخذ تفاصيل دقيقة لمشكلة المريض تستطيع تحديد هل المريض يحتاج مراجعة الطبيب أو لا. طيب راجع المريض العيادة أو راجع الطوارئ، أول شيء أو أول فحوصات نطلبها اللي هي تحاليل الدم، التأكد من الغدة، تحاليل الدم، هل هناك ارتفاع في كريات الدم البيضاء، هل هناك نقص في الهيموغلوبين، هل نعمل فحوصات للمعايير اللي تدل على وجود التهاب أو وجود عدوى بكتيرية، نتأكد من وجود مشكلة في الغدة الدرقية، مشاكل في الفيتامينات إلى آخره. بعدها نتأكد من إذا كان هناك مشاكل في القلب مع أنها نادرة جدا تتدخل في الصداع، نعمل سي تي سكان اللي هي أشعة مقطعية للدماغ الاطمئنان، هل وجود التهاب في الدماغ، هل وجود لا قدر الله ورم أو كتلة أو سرطان أو مشكلة بالأوعية الدموية. أحيانا نتطلب أشعة مقطعية مع صبغة للاطمئنان على حالة الأوعية الدموية والشرايين،
قد يعني للاطمئنان لا يكون هناك نزيف او نزيف وجود نزيف لو وجود سوائل ضاغط على المخ لو وجود ارتفاع في سائل النخاع الشوكي جميع هذه الامور نتاكد منها احيانا نضطر الى عمل ابره ما تسمى بزل أو سائل النخاع الشوكي نأخذ من سائل النخاع الشوكي نحلله للتأكد هل وجود عدوى فيروسية عدوى بكتيرية هل هناك مشاكل في الالتهاب في الحبل الشوكي أو في الدماغ هذه اللي في الغالب عادة نطلبها والله مؤشرات خطيرة يا دكتور يمكن البعض يتهاون يقول أنا معايا صداع نصفي أو شقيقة ويأخذ له حبتين مسكن ويقول حتمشي الحياة ولكن كما ذكرت هناك مؤشرات خطيرة طيب هل هناك نسبة عن انتشار الصداع في المملكة بالتحديد؟ طبعا في دراسة قريبة ذكرت أن المملكة العربية السعودية تعتبر الثالثة على مستوى الشرق الأوسط دول الشرق الأوسط من عدد المرضى في معدلات الإصابة بالصداع والصداع المزمن والشقيقة طيب خلينا نتكلم عن أبرز السلوكيات اللي بيمارسوها الناس بشكل خاطئ لما يجيهم الصداع لو تقول لي يعني هل في شيء معين متداول الناس بتعمله هو مفروض أنه ما حيخفف لهم الصداع ولا حيجيب لهم نتيجة أو ممكن تنصحهم بشكل ثاني إيش الأشياء اللي لازم يسووها يعني أنا كنت كمان أبغى أسألك عن الكيوتن إيش وضعه مع الصداع اللي هو إيش الكيوتن اللي هو جوكيوتن اللي هو نوع من أنواع الفيتامينات كثير يقول إنه كويس روح هو مكمل غذائي خذيه لما تجيك الشقيقة إنه طيب. كويس يخفف الصداع طيب. ممتاز. أول حاجة طبعا السلوك الخاطئ سؤال الغير بدلا من أن تسأل الغير أسأل الطبيب هذا رقم واحد رقم اثنين إذا كان الصداع مزمن الصداع مستمر لم يزول بالأدوية لم يخف فالأفضل مراجعة الطبيب العادات الخاطئة هي تناول أي عقار أدوية أو أي أدوية باستمرار لأنه هناك صداع يسمى الصداع الارتدادي وهناك صداع اسمه صداع الإفراط في تناول المسكنات يأخذ المريض يأخذ أكثر من 3 أيام بالأسبوع مسكنات أو أحيانا يتجاوز أكثر من 12 إلى 15 يوم في الشهر يتناول مسكنات هذا يتعرض لاحقا إلى صداع بشكل مستمر قد نضطر أحيانا وهذا موجود في وجدته في ألمانيا مثلا ويتم تنويم المريض لسحب الأدوية التي أفرط في تناولها من المسكنات وبالتالي سحبها بهدوء التنويم قد يستغرق من 2 إلى 4 أسابيع لإعادة المريض لوضعه الطبيعي بسبب التهاون في الإفراط في تناول المسكنات الخاصة بالصداع ما أنصح فيه عادة بخصوص المكملات الغذائية أي شخص يحضر إلى العيادة ويعني يذكر أنه مكمل غذائي عادة أطلع على النشرة أوكي. أنا جوابي طالما أنه مكمل غذائي أنا ما عندي مانع لكن أنا ما أتحمل المسؤولية ما تحمل وما هو علاج في الآخر ما هو علاج لكن ما أمنع طالما أن أنت أنا عادة أقول للمريض طالما أنه أنت شريته ودفعت مبلغ عليه جرب ما يمنع يظل مكمل غذائي قد أنت تتناوله يسبب لك شوية صداع يسبب لك شوية غثيان يسبب لك شوية دوخة لكن أنا بالنسبة لي ما أعرفه ولا وصلت من العلم أن أفتي هل هو هذا صحيح أو خطأ ما وصلت من العلم أن أفتي أنه هل العلاج الشعبي ولا الطب الشعبي ولا ربط الرأس ولا فتحة بالرأس ولا 3 أصابع ولا لقوا عندي أنا ما ودي أقول لك أنا شو أسوي يعني لما يجون لمي أنا يعني أحترم المجتمع أحترم بعض بس بتريحنا الثقافات بتريحنا هذه الحركات بتريحنا شوية ما يخالف أنا أبدا ما أعترض أنا ما درست الطب الشعبي ولا العلاج الشعبي ولا الصيني ولا النبوي ولا الأشياء هذولي ولا يحق لي أني أفتي فيها أنا أفتي بالشيء اللي درسته في تخصصي فلما يجيني يقول والله يا دكتور رحت الوحدة عجوز وربطت راسي او طلع عندي 3 أصابع بالراس وكوتني وحطت لي صبخة وحطت لي كذا اقول له كيف امورك قال والله يا دكتور الحمد لله تحسنت طيب ليش جايني عشان
شوف والله يا دكتور بعد ما يجي احيانا عندي يطلب الاشعه لانه هي طلبت قبل ما تربط على الراس طلبت الاشعه. ايوه فاقول له عادي ما عندي مشكله. طيب شوف انت بعد ما قلت قبل شوي انه في 85 نوع صداع بصراحه الواحد المفروض ما يتصرف من راسه. المكتشفه اي المكتشفه هذا عادي غير الاشياء الثانيه، يعني لها الواحد ياخذ مسكنات بشكل عشوائي ولا اي شيء، بالعكس يعني مفروض انه زي ما قلت انه يروح للطبيب ويسال ايش نوع الصداع اللي عندي وايش نوع العلاج المناسب. دكتور هاني العبدري نورتنا وشكرا لوجودك اليوم معنا. شكرا لك. العفو. اهلا وسهلا مشاهدينا، خلينا نطلع فاصل وبعد نكمل باقي الفقرات. الفنانة البحرينية شيلاء سبت تتحدث عن آخر أعمالها لسيدتي.